أرجو تعريفي بموضوع الرشوة بصورة تفصيلية موسعة، جزاكم الله خيرا. الرشوة هي المال الذي يدفع لمسؤول من المسؤولين على أعمال المسلمين من القاضي أو الموظف أو غير ذلك، فالذي يدفع للموظف الذي عينه ولي الأمر لمصالح المسلمين وإنجاز معاملاتهم ما يدفع إليه في مقابل عمله من قبل المراجعين يعتبر رشوة. قد قال صلى الله عليه وسلم: لعن الله الراسية والمرتسية. والرشوة عرفنا أنها هي المال الذي يدفع للموظف والمسؤول من أجل إنجاز أعمال المراجعين التي كلف هو في إنجازها، الواجب عليه أن ينجزها بدون أخذ شيء من المراجعين ومن الناس. والرشوة حرام وسحت، وهي من كبائر الذنوب، وهي تفسد الموظفين وتفسد المجتمع وتعطل الحقوق ويلزم عليها مضار كبيرة في المجتمع. نعم.